أنا سعيد أن أكون معكم هذا اليوم وأن نلتقي فيما في خير لبلادنا وشعبنا. الحمد لله نحن في أمن واستقرار، وهذا ما يجعل رأس المال يعمل بحريته. وكما تعلمون الحمد لله أن نظامنا حر الاقتصادي، في نفس الوقت الفرص متروكة للجميع كلهم في كل مناطق المملكة. همنا الأساسي لما قلت لكم الاهتمام بشعبنا وبلادنا، وهذا وانتم منهم على كل حال. ولذلك أقول لكم أن يجب أن ننظر الأمور من كل زواياها، وننظر في اللي استطاع عمله واللي يمكن يدرس أو يعرف صح يكون خطط مستقبلية لعمله. وكما قلت لكم أن أنتم الحمد لله كل إنسان منكم يعني وامن لنفسه، لا في تدخل في أموره الخاصة ولا في استثماراته. هناك طبيعة الحال أنظمة، أولها النظام الإسلامي لإقامة هذه البلاد عليه، وما حرم الإسلام لا نقبله، وكتاب الله وسنة رسوله خير هدى لنا، لأن هذه الدولة والحمد لله قامت على الكتاب والسنة. ونحن أهم منطقة عندنا كما قلت وأكرر قبلة المسلمين ومهجر رسول الله، والحمد لله نحن كلنا قدام الحرمين. فأقولكم يا أخوان، ترى أبوابنا مفتوحة، آذاننا مفتوحة لكم في أي وقت. وأنا حتى يعني نصل أو ندرس موضوع كله، شوف ما قال أخ عبد الرحمن، وتختارون مجموعة منكم مع مسؤولين من الدول الوزراء الدول المسؤولين، ويقدر تسهل الأمور بهدوء وعمق، ونشوف أن المثالية ما قلت لكم سهلة، أو المطالب أي واحد منا نطلب في بيتك شيء، شوف اللي ممكن يسوى يتصلح فيه. يهمنا دعمكم ويهمنا مساندتكم، وكما قلت لكم يكون اختاروا مجموعة منكم مع الوزراء المسؤولين عندنا يدرسون كل الأمور كلها، وكل أمر يشجعكم على الاستثمار في بلدكم والتعاون بينكم، هذا مطلوب عندنا. الحمد لله الآن بلدنا يأتي من العالم كله مستثمرين يروحون فيها الحمد لله، وهذا الحمد لله نعمة من الله. أكرر مرة أخرى، اقتصادنا حر، اقتصادنا نخدم به بلادنا وشعبنا وديننا قبل كل شيء. ومن منكم في أي يوم من الأيام عنده رأي ولا كذا غير اللي قلنا الآن، تفضل الباب مفتوح الحمد لله، كما كان إخواني ووالدنا قبل كل شيء. وأرجوكم التوفيق إن شاء الله، وأخذ ما عندكم ويدرس من تشكيل خاصة من وزارة مسؤولين، ويدرس دراسه وافية ويجتمع فيكم. وأنا سعيد مرة أخرى أن يجتمعكم أبناء بلادنا الحمد لله، وهذه عادة تعودناها من القدم، وأسأل الله التوفيق للجميع إن شاء الله.